السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت دولة باكستان عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء 3 مايو هو أول أيام عيد الفطر سعيدة. ووفق مركز الفلك الدولي، فإن باكستان أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، مشيرة إلى أن الثلاثاء 3 مايو هو يوم عيد الفطر المبارك لهذه السنة. وكما أعلنت جمهورية بنغلاديش الشعبية عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الأحد أول مايو. ووفق مركز الفلك الدولي، فإن بنغلاديش أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، مشيرة إلى أن الثلاثاء 3 مايو هو يوم عيد الفطر المبارك.